مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية. اليوم راح نتكلم عن منصة كوكوين، طريقة التسجيل في المنصة، طريقة الإيداع، طريقة التوثيق اللي يحب يوثق أيضا في المنصة، بالإضافة إلى طريقة التداول في هذه المنصة. طبعا منصة كوكوين منصة بديلة لمنصة الباينانس. الكثير من الحسابات لبعض الجنسيات العربية في منصة باينانس تم حظر بعض الجنسيات، يعني من ضمنها الجنسية السورية اللي حامل الجنسية السورية، يعني صارت حظر على الحسابات. أيضا يعني العراقيين يعني أيضا ما يقدرون يسجلون في منصة باينانس، يعني توجد الكثير من الجنسيات اللي ما يقدرون يسجلون في منصة باينانس. هذه المنصة منصة كوكوين تعتبر أفضل منصة بديلة لمنصة باينانس، طبعا منصة جيدة لتداول العملات الرقمية. أيضا يعني لا تحتاج توثيق، تقدر تشتغل بالمنصة، إيداع، سحب، تداول، كل شيء تقدر تقوم به بالمنصة بدون عملية توثيق الهوية. طبعا منصة كوكوين تنزل كثير من العملات الجديدة، يعني منصة كوكوين ومنصة جيت ايوان اعتبرهن بوابة لمنصة باينانس، يعني كل العملات الجديدة تنزل في منصة كوكوين قبل ادراجها في منصة باينانس. طبعا طريقة التسجيل راح نتكلم على طريقة التسجيل، مثل ما قلت لكم ما تحتاجون الى اي توثيق، أيضا طريقة الإيداع في المنصة وطريقة التداول، ورح نحكي على بعض الأوبشنات اللي موجودة في المنصة. طبعا عند التسجيل طبعا الرابط موجود في صندوق الوصف، تقدر تضغط على الرابط، بعدها رح تظهر لك هذه الصفحة، تضغط على كلمة ساينج أوب، بعدها تكتب الإيميل، وأيضا رح يرسلوا لك تسوي سيند كود، يرسلوا لك كود التفعيل، تضع الكود في هذه الخانة، وبعد ذلك تضغط على كلمة نيكست، بعدها تكتب الاسم الأول والاسم الثاني، يعني فقط معلومات. بعد ذلك من سجلت وفعلت حسابك تدخل إلى المنصة، تسجل بالإيميل والباسورد. طبعا عندما تقوم بالتداول في هذه المنصة، المنصة تحتاج من عندك أنه تعمل كلمة مرور للتداول، تضغط على هذه الدائرة في الأعلى، مثل ما تشوفون المنصة تدعم اللغة العربية، منصة جدا سهلة. بعد ذلك تروح على الأمان، مثل ما تشوفون عندك كلمة مرور تسجيل الدخول اللي هو الباسورد العادي اللي سجلت به من تسجل في البداية في المنصة، وعندك أيضا كلمة المرور. طبعا كلمة المرور هاي لازم أنت تخليها، تكتب كلمة المرور يعني فقط للتداول، عند كل عملية تداول تخلي هاي كلمة المرور. كلمة المرور مكونة من 6 أرقام. أيضا تقدر تضيف الهاتف، إذا ما تريد تضيف الهاتف تقدر فقط بالبريد الإلكتروني. طبعا أيضا تقدر تسوي برنامج تحقق الجوجل إذا حبيت. أنا أصلا ما مسوي هذا اللي هو تحقق الجوجل، فقط ضايف رقم التليفون وبالإضافة إلى البريد الإلكتروني. بعد ما سجلت وسويت كلمة المرور طبعا تقدر أيضا تسوي إيداع. الإيداع جدا سهل، تضغط على كلمة إيداع، يعني المنصة كلها باللغة العربية متاحة لك وتقدر تشتغل بها. إذا تسوي إيداع طبعا راح تسوي إيداع لعملة اليو اس دي تي، طبعا مثل ما تشوفون هنا إيداع لعملة اليو اس دي تي. تغير الشبكة، تسوي تختار التي ار اكس ترون تي ار سي 20، وبعد ذلك تسوي نسخ لهذا عنوان محفظتك، تاخذه وترسل. على سبيل المثال ترسل إلى هذه المنصة، يعني تجيد تريد ترسل، انت تخلي العدد اللي تحب ترسله من اي منصة، من منصة جيت او من منصة اوكي اكس او حتى من منصة باينانس، اذا حبيت
تنقل عملاتك من أي منصة أو من أي محفظة، تأخذ هذا العنوان وتروح للمنصة اللي تريد ترسل منها الأموال، وتضع هذا العنوان وتختار شبكة ترون TRC20، لأن رسومها جدا قليلة. أفضل طريقة للتحويل هي TRC20. طبعا بعد ذلك أنت سويت إيداع عن طريق الديبوست، هناك طرق أخرى للإيداع، أيضا تقدر تسوي إيداع عن طريق الفيزا كارت، ولكن لازم تكون موثق، يعني موثق حسابك على مود تقدر تشتري بالفيزا أو الماستر كارد. أيضا تقدر تشتري عن طريق البي تو بي، إذا اشتريت عن طريق البي تو بي $50 تاخذ بونص $3، إذا اشتريت عن طريق الكارت تاخذ بونص $5، أو إذا سويت إيداع اللي هو الإيداع العادي من أي منصة ترسل، إذا رسلت $150 راح تاخذ دولار بونص من المنصة. طبعا طريقة التداول في المنصة مثل ما تشوفون عندك خيارات في الأسفل، الصفحة الرئيسية، الأسواق، بالإضافة إلى التداول، العقود الآجلة، هنا الرافعة المالية والفيوتشر، هنا رصيدك، تشوف حساباتك، عندك الرئيسي، التداول، الهامش، العقود الآجلة. أيضا عندك تقدر تسوي نقل حسابات من حساب إلى آخر داخل المنصة، من حساب الرئيسي إلى حساب التداول، يعني أنت تقدر تسوي وتنقل من حساب إلى حساب ثاني داخل المنصة. طبعا التداول أيضا تقدر تتداول عندك عملة المنصة، عملة جدا مهمة اللي هي عملة KCS، عملة منصة كوكوين، أعتقد عملة لها مستقبل، حاليا سعر العملة $19. أيضا تقدر تشتري العملة، تقدر تدفع رسوم البيع والشراء داخل المنصة بعملة الكي سي اس، يعني تقدر تشتري العملة وتفعل خاصية الدفع الرسوم، راح تاخذ ما يقارب، راح تاخذ بونص 20%، مثل ما تشوفون دفع رسوم التداول خصم 20% على الرسوم، هذا اللي هو تدفع الرسوم بعملة الكي سي اس اللي هي عملة المنصة، تسوي شراء، طبعا تفعل العملة وتشتري العملة، تقدر تشتريها. طبعا طريقة التداول جدا سهلة، نقدر نشتري العملة حاليا سعرها $19، راح نشتري احنا تقريبا ب$13 من العملة، نسوي شراء، طبعا نخلي الكمية عندنا حاليا $13.89، نسوي شراء، نختار السعر اللي نريد نشتري به، طبعا الأحمر سعر البيع، الأخضر سعر الشراء، بعد ذلك نضغط على كلمة شراء KSC. طبعا هنا نكتب كلمة المرور، كلمة المرور اللي قلنا عليها كلمة التداول، اشترينا حاليا صارت عندنا عملة المنصة، اشترينا عملة المنصة، نروح على نسوي الدفع رسوم التداول بالعملة الكي سي اس، فعلناه، تم تفعيل الخاصية بنجاح، راح ناخذ 20% بونص على كل عملية تداول داخل المنصة. طبعا راح نشرح المنصة بالتفصيل، يعني اوبشنات كثيرة، كل فيديو راح نسوي، يعني كل خاصية راح نسوي له فيديو نشرح بها المنصة. تقريبا هذا كان كل شيء، اللي يحب يسجل في المنصة راح اخلي له الرابط، يقدر يسجل وياخذ ايضا بونص. لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مع السلامة.